السلام عليكم. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن العالم العربي الكبير ابن خلدون، ولكن دعوني أسأل هذا السؤال: هل ابن خلدون شخصية وهمية من فبركة المستشرقين الأوروبيين، أو هو فعلا شخصية حقيقية؟ سنجيب عن هذا السؤال لاحقا، ولكن هل هؤلاء مستشرقين أو مستسرقين؟ طبعا وبدون أدنى شك هم مستسرقين، لأنهم سرقوا الحضارة العربية والعلوم العربية ونسبوها زورا وبهتانا لهم، أي لأوروبا. وكما يقول الباحث الكورسيكي بيير روسي، أن أوروبا هي وريثة الحضارة العربية والعلوم العربية. كذلك فإن أول جامعة علمية أسست في العالم قد أسست في بلاد العرب، منها في مدينة فاس المغربية، وكذلك في بغداد العربية عاصمة الخلافة العباسية. لنشاهد معا هذا الفيديو ثم نعود. هاتف تاريخنا الإسلامي والعربي المشرف، تاريخنا المشرف. عام 859 ميلاديا في مدينة فاس المغربية أنشئت جامعة القرويين، أقدم جامعة في التاريخ بحسب اليونسكو، وأول مؤسسة علمية تنشئ الكراسي العلمية المتخصصة والدرجات العلمية في العالم. على يد فاطمة بنت محمد الفهري القيرواني تخرج فيها العديد من علماء الغرب، وضمت في رحابها أعلاما بارزين لهم أياد بيضاء على البشرية في عدة علوم كابن خلدون وابن الخطيب وابن باجة. وفي هذه الجامعة درس سيلفستر الثاني بابا الفاتيكان الوحيد الذي أتقن العربية، الذي كان له دور بارز في نشر علوم العرب، وهو أول من أدخل العلوم الحياتية ودافع عنها. وكما شاهدنا فإن البابا سيلفستر الثاني توفي في سنة 1003، وهذه صورة عنه. سيلفستر الثاني فقد درس في جامعة القرويين في مدينة فاس المغربية العربية، وقد قام البابا فاتيكان سيلفستر الثاني أولا تعلم العربية، اللغة العربية، وأتقن العلوم، علوم العرب، وبعد ذلك ذهب إلى الأندلس العربية وتتلمذ على أساتذة العلماء العرب في إشبيلية وقرطبة. بعد ذلك زار واطلع على معارف العديد من مناطق الدول العربية، وكما رأينا درس في جامعة القرويين بمدينة فاس المغربية التي كانت في ذلك الوقت أهم بمئات المرات من باريس ولندن وجميع عواصم أوروبا، حتى أصبح الفاتيكان، بابا الفاتيكان سيلفستر الثاني، من كبار علماء عصره في أوروبا اطلاعا ومعرفة. ويرجع فضل إدخال المعارف العربية إليه، مثل الحساب والجبر والأرقام العربية المستعملة في أوروبا إلى يومنا هذا، ولا يوجد ولم يوجد في التاريخ أبدا أرقام هندية. هذا من افتراء وأكاذيب المستسرقين، وسوف نتكلم عن هذا. إذن هو أدخل إلى أوروبا المعارف العربية مثل الحساب والجبر والأرقام العربية المستعملة في أوروبا إلى يومنا هذا كما قلت، والرياضيات والفيزياء والكيمياء والهندسة والطب وعلوم الفلك. وكذلك فقد ترجم بنفسه، هو شخصيا ترجم مئات الكتب العربية العلمية
إلى اللغة اللاتينية. إذن كما رأينا فإن العلوم، جميع العلوم قد بدأت من العرب في بلاد العرب. لنتابع بداية في هذه الحلقة، حلقة ابن خلدون العربي الحضرمي اليمني الذي حفزنا وحثنا للعمل لعمل هذا الفيديو، هو أن بعض الجهلة الحاقدين البغدين من الأمازيغيست والبربرست، أي المتعصبين المسيسين من الأمازيغ، ما يسمى بالأمازيغ في يومنا هذا وغيرهم طبعا، وهم أي هؤلاء الأمازيغ نتاج أكاذيب وفبركات المستعمر الفرنسي تحديدا، تراهم اليوم يستعملون الكلام المكذوب على ابن خلدون العربي الحضرمي اليمني في مقدمته، بأن ابن خلدون يزعمون بأن ابن خلدون قال أن العرب إذا تغلبوا على الأوطان أسرع إليها الخراب. واو 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 واو، ما هذه الأكاذيب؟ وهم أي العرب على زعمهم لا يتغلبون إلا على البسائط، وذلك لطبيعة التوحش فيهم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن هذه الأكاذيب والافتراء الموضوع من قبل عصابة من المستسرقين، لأن هؤلاء سارقين ولصوص وحرامية وشفارة، سرقوا المخطوطات العربية وحرفوها وبدلوها، وكانوا طبعا يشتغلون لصالح استخبارات جيش المستعمر الغربي الأوروبي خصوصا الفرنسي، من أجل تحريف تاريخ العرب في المغرب العربي وفصل البربر عن العرب. لنشاهد معا هذا الفيديو ثم نعود. Konfisziert Bücher, Manuskripte und wissenschaftliche Modelle aus dem Privatbesitz Friedrichs. Der größte Diebstahl in der Wissenschaftsgeschichte nimmt seinen Lauf. يقول باحث ألماني في تصريح مثير للجدل أن الغرب قد سرق اكتشافات المسلمين العلمية ببساطة وقام بنسبتها إلى علمائهم، وذلك في أكبر سرقة في تاريخ العلم. أكد ما ذكرناه سابقا من أن كل العلوم التي يفتخر بها الغرب ويحاول جعلها حكرا عليه ومحاربة كل دولة تفكر في استخدامها، وأزرع في نفوسنا ليل نهار اليأس والتخلف من اللحاق بهم فضلا عن الانتصار عليهم تحت ما يروجه بنو جلدتنا المنهزمين الضعفاء عقدة الخواجة. الأمر كله لا يعد عن كونه سرقات وتزييف مصادر أو اختراعات قائمة على ثرواتنا وأوطاننا بعد سرقتها. ترى الأمر فيه مبالغة؟ انظر إلى ما قاله علماء نوبل حول تقدم علماء المسلمين في الأندلس إسبانيا. Konfisziert Bücher, Manuskripte und wissenschaftliche Modelle aus dem Privatbesitz Friedrichs. Der größte Diebstahl in der Wissenschaftsgeschichte nimmt seinen Lauf. وكما رأينا أدلة كثيرة وشاهدنا فيديوهات كثيرة من علماء أوروبيين وغربيين يبينون أن هذه أصبحت حقيقة ثابتة وليس رأي وليس تحليل وليس استنتاج، أن الغرب قد سرق جميع العلوم العربية للأسف، والعرب لم يتمتعوا بها. هذه أصبحت الآن حقيقة ثابتة وليست رأي أو استنتاج أو تحليل، أن أوروبا قد سرقت جميع العلوم العربية.